اجتنا تعليمات لنوقفك بتهمة خطفك لهي البنت. شو عم تمزح معي انت؟ اي بنت؟ مو هي البنت اسمها زهرة؟ اما طصت من شوي بالمخفر وقالت انك خاطفها. لك شو هالحكي الفاضي هاد؟ لو سمحت ممكن تسمعني؟ الست اللي اتصلت فيكن ما انا اما للبنت، حتى يعني فيك تسأل البنت، هي قدامك ما رح تكذب. وانا هلأ رايح وصلها لعند زوجها، هيك الموضوع مزبوط عم يحكي؟ يعني هاد الزلمي اكيد مو خاطفك؟ احكي يا زهرة، انت رايحة معه بإرادتك؟ لك انا رح جن، ليش لهلأ ما حدا حكى معنا؟ والله زهرة اذا بتروح على هداك القصر رح تعمل شي بحالة وتموت. عزت بس قلي شو اعمل. اي ملا، انا رايحة لعنده هلا، يعني هو عم يستناني لحتى وصل، وهديك المرة اكيد كذابة لانها مو امي ولا بعرفها. هي سمعت بإذنك شو حكيت؟ قلت لك وانت ما بدي اسمعك، انت بدي اسمع هي شو عم تقول. مثل ما بدك. ايه صح، بس انا زوجي عم يستنى وانا هلا رايحة لعنده، لو سمحت خلينا نمشي. تأكدت من المعلومات يلي قالتها البنت واسم أمها ميسون كارا. هلأ فيك تروح. عزبناك، ركبي يلا طلعي. الله يقويكم. شفتي ما أحلاكي؟ والله أنك ذكية. شو صار معك عزت؟ طمني. بصراحة قالوا لي مسكوا سيارة عدنان من شوي. نشكر الله ونحمده. طيب لكن انت ليش زعلان طالما لاقوهم هلأ بيرجعوهم؟ لأنه عدنان قدر ينفذ منهم يا ملك. كيف يعني قدر ينفذ؟ ما فهمت كيف عزت قلي. لأنه زهرة بتكون لهلأ مرته لعلي، واسمها بالسجلات الرسمية عند الدولة هيك. هي لا أنا مرت علي ولا غيره، هالبنت بنتي أنا. فيك تاخذني لعندها لو سمحت؟ من شوي حكيت مع عدنان أمي ورح يوصلوا بكرة الصبح، واطمني زهرة رح ترجع معه أكيد. أنا ما قلت لك من قبل يا مرت عمي، ابني وأنا بعرفه أكتر من حالي. أصلاً هو مانو مثل عزة منوب، ما بينخاف عليه وبيعرف يتصرف منيح، وأكتر حدا بيلبق له يكون آغا هو عدنان. أي لحتى يجي بالأول بعدين منحكي. الله يوفقه هالعدنان آغا يا رب. أنا بدي فوت على القصر بعده هيك. رستم خليها تفوت. سامحني يا أغا، هيك التعليمات ما بقدر خالفها. بدي رجع بنتي وما رح أسمح لكم تأخذوها. زهرة أمي أنا إجي. بنتي أنا وينها؟ ليش عم بتعيتي هيك؟ روحي انقلع من هون. انت كمان ليش عم تكذبوا علي؟ انا رح فوت لجوا وشوفها. شو يعني انت ما عاد تثق بكلمتي ابدا؟ قلت لكم الكنه الصغيره لسه ما اجت على القصر. ولك هي بنتي، فهموا بقى، بنتي انا، ما انا كنتكم ابدا، بس بدي افهم كيف هيك عم تعملوا؟ ليش عم تعذبوا فيا هيك؟ لك ما عندكم ذره شفقه،
لإمتى رح تضلوا تعاملوها هيك؟ بترجاكي ترجعي لي بنتي. الله يخليكي تفهميني وتساعديني شوي. انت كمان ام وبتعرفي اذا ابنك بعد عنك شوي شو صعبه لص عليكي. زهرة تعبانه وما انا منيحه ابدا. بترجاكي لا تكوني قاسي عليها، والله حرام حرام تضل تتعذب هيك حرام. رجعوا لي بنتي لحضني وما بدي شيء. رجعوا لي اياها. ايه احسن هيك. هي شو مفكرة حالها جاية عم تحكي معي؟ عن جد وقعة. الله يخليكم افتحوا الباب، الله يخليكم. يا عديمة الضمير، أنا رح فرجيكي أنا، والله لهد البيت فوق راسكم. ملك طولي بالك، شو بكي؟ روقي. الله لا يخليكم، حطوني بنتي هلا. خلص ملك، شوي، ما بيصير هيك. هي أكيد جنت وطار مخها. ملك بترجاك، خلصنا. بدي زهرة هلا، وينك يا عمري؟ ملك روقي شوي. رجعوا لي بنتي هلا يا كلاب. بدي بنتي، افتحوا الباب. بعتذر على الازعاج يا حضرة الوكيل، بس في مرة مجنونة عم تتهجم على بيتنا. خلص ملك، ملك روقي شوي، ما بيصير هيك، انت لازم تكوني قوية. والله ما عم بقدر، انا بدي بنتي هلا وما رح اروح من هون قبل ما اطلع بوشها. شو اعمل عزت مشان الله؟ اللي شو اعمل زهرة؟ Yüceden mi geldin de sen seher yeli? Yine yârim ellerine gezer. Yani ma bisir bela ma tahtu leh dur? Zahra! Lek etrikini! Zahra! Trikini amel lek etrikini! Zahra! Zini nezir. La tkhafi, ana jay ma'i. Bugün yârim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine salmış derlerde gül benzini nezir. Bugün yârim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar mı? Azat. لهلأ لا أعطوني إذن. بدي أطلع بأي طريقة من هون. خايفة أهلك يعملوا شي لزهرة. ما فيكي تطلعي، هني هلأ رح يحولوكي على المحكمة. خلي عينك على زهرة. زهرة هي كل حياتي، وعدني ما تخليهم ياخدوها، وعدني. أمي، إن شاء الله 10 دقايق ورح كون بالقصر، وأنا جوعان كتير كمان. حضروا لي أكل لبين ما أصل. يلا. زمرد خانم كتير تعبت مبارح بالليل، وكل الوقت عم بتهلوس وتحكي شغلات ما فهمتها. أنا خايفة إذا ضلت هيك سوء حالتها وما ترجع مثل ما كانت. شو ما عملنا لها، نحن ما رح نقدر نسيها اللي مرت فيه واللي هي تحملته ما حدا قدر يتحمله أبداً. هالشي أثر على عقلها كمان، وإن شاء الله بتتحسن شوي. الله يكون بعونها. عدنان دق لي وقال جاية بعد شوي.
قال جوعان وبده يجي ياكل دغري. معناتها نحن لازم نركز هاي السفرة أكثر. إيه أمي، بظن إنه عدنان وفى بوعده. هلأ صار دورك أنتِ.